بعد هذا رسالة من أحد المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، إنما له مشكلة عائلية مع زوجته وأهل زوجته، إذ يقول إنني متزوج لكن زوجتي دائمة الشكاية من والدتي، ووالدتي ليس لها أحد بعد الله إلا أنا. ونتيجة لذلك الخلاف ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها ورفضت العودة إلى منزلي. ثم بعد 4 سنوات من الهجران طلب أهلها أن أقوم بتأثيث بيت جديد. كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا حصل مثل هذا ولم تنقد الزوجة لسكنى مع أمك وطلبت منك بيتا مستقلا، فإن هذا يجب عليك. اللهم المستعان. ولكن ينبغي أن تسعى بالتوفيق بين أمك وزوجتك، وتنظر ما هو أصل الإشكال وتحل هذه المشكلة، وسيوفقك الله إن شاء الله إذا حسنت نيتك وحرصت على رضا أمك. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأحسن النية واسعى بالإصلاح، فإذا توقفت الأمور على أن تجعل لها بيتا مستقلا وأنت تريدها وترغب بقاءها معك، فهيئ لها بيتا ويكون قريبا من سكن أمك، من أجل أن تجمع بين الأمرين. نعم.